طيارة خاصة عليها ألمع وأبرز الشخصيات في المجتمع الأمريكي والأوروبي. خد عندك بقى رؤساء سابقين، فنانين وإعلاميين، وأفراد من عائلات ملكية في أوروبا وغيرهم كتير. كل دول اتجمعوا في جزيرة جيفري إيبستن، أو زي ما كانوا بيسموها الناس هناك ومن سنين جزيرة المتعة. فضايح لأسماء وشخصيات لا يمكن تتخيلوها. والغريب في الموضوع إن صاحب الفضيحة دي والمرتكب الأول للجرائم اللي هنتكلم عنها اليوم هو الملياردير اليهودي الصهيوني جيفري إيبستن، وده صاحب التبرعات اللي بالملايين للمؤسسات التعليمية وغيرها كتير من المنظمات المجتمعية. حتى الفضيحة اللي حصل الأيام دي ما ظهرتش 10% من حقيقة الموضوع. كل اللي ظهر للناس إن في مجموعة من أصحاب الميول الغريبة من المشاهير وغيرهم بيروحوا جزيرة شخص قواد علشان يمارسوا الفواحش بكل حرية. بس القصة غير كده خالص، القصة ليها علاقة بالصهيونية العالمية، وهو ده السؤال اللي بنسأله لنفسنا دايما. ايه سر تحكم اليهود في الغرب بالصورة دي، متحكمين في القرار السياسي والإعلامي وفي كل شيء تقريبا؟ ازاي؟ ده اللي هنعرفه اليوم. تعالوا النهاردة في حلقتنا نعرف ايه هي قصة جزيرة المتعة، ومين اهم الشخصيات اللي ورد اسمائها في التحقيقات يا سادة. حلقتنا النهاردة صادمة شوية، فركزوا معايا في التفاصيل جدا، لأن القضية اللي هنتكلم عنها النهاردة تعتبر قضية القرن بلا منازع. هنتكلم فيها عن واحد من أباطرة المال والسلطة في العالم كله. بس قبل ما نبدأ حلقتنا كالعادة بفكركم ضروري جدا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تقدروا دلوقتي تدعموا قناتنا إنها تستمر عن طريق ميزة السوبر سانكس، هتلاقوها تحت الفيديو جنب اللايك والشير، وأكيد كمان إنكم هتدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا. هتشرف متابعتكم ليا على فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح. أنا كريم العدوي، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. طبعا حضراتكم سمعتوا كتير أخبار بتتكلم عن جيفري، أو زي ما بيسموه برا ليتل جيف، الهاري المعتاد بقى. مواليد 20 يناير سنة 53، اتولد في نيويورك، أمه بتشتغل في مدرسة وأبوه حارس في إدارة الحدائق والترفيه، يعني كان على الله حكايته. السؤال هنا بقى، واحد زي ده وصل إزاي أنه يكون واحد من أباطرة المال في الغرب كله؟ وإيه كم العلاقات والأسماء اللي سمعناها في الأخبار دي؟ إزاي بنى الإمبراطورية دي كلها؟ ركز بقى معايا عشان تعرف الحكاية بدت إزاي. القفزات والتغييرات في حياة جيفري هتخليك تتأكد انك واقف قدام شخصية تابعة لواحدة من اجهزة الاستخبارات العالمية. ده مش شخص عادي، واللي حصل معاه في حياته برضو مش شيء عادي. مجلة التايم الامريكية قالت ان جيفري كان معروف بمهارته في الحسابات، عشان كده تم تعيينه في مدرسة دالتون، عينه مدرس لمادة التفاضل والتكامل. مدرسة دالتون دي يا سادة مدرسة ابناء الاسرياء، وعن طريق المدرسة قدر جيفري يتقرب من بنت واحد من رجال الأعمال الكبار، واللي اقترح على جيفري أنه يشتغل معاه كمساعد حسابات في شركة بير سترينز، وده بعد ما تم فصله من المدرسة. طب ليه تم فصله من المدرسة؟ ببساطة لأنه مش مكمل دراسته. أيوة، جيفري معهوش شهادة. وبعدها بشوية اشتغل في واحد من أكبر البنوك في أمريكا، وكان بيترقى بصورة غريبة ومريبة، وعلاقته بإدارة البنك العليا كانت علاقة قوية جدا. وكم سنة كمان ساب البنك وفتح شركة خاصة بيه، واللي كان اسمها Intercontinental Assistance Group. دي في العلن شركة إدارة أموال، لكن في الخفة شركة لاسترداد أموال المختلسين، وناس بتتكلم عن غسيل أموال وحاجات زي كده. والشركة ما بتشتغلش مع أي حد، الصفوة فقط من مليار دولار وانت طالع. وبعدها جيفري بقى مستشار مالي لأكبر الشركات في أمريكا، ودائرة معارفه بتكبر بصورة مخيفة. وزاد جيفري من قوته لما ابتدى يشتغل على تمويل شركات الإعلام. ركز في اللي جاي ده، شخصيات عامة وإعلام، ده فكر كيان كامل مش شخص واحد يا سادة. ده غير أنه أسس مؤسسة غير ربحية معروفة باسم مؤسسة جيفري إيبستن السادس، ودي هدفها التبرع بالملايين للمؤسسات الجامعية زي جامعة هارفورد وغيرها. ولحد النهاردة محدش قدر يعرف بالتفصيل المصادر الحقيقية ورا ثروة جيفري الاستثنائية. المهم ان بسبب الثروة الرهيبة دي اختلط جيفري مع نخبة العالم بالمعنى الحرفي، صفوة الصفوة. بتتكلم بقى عن بيل كلينتون، دونالد ترامب، باراك أوباما، ودور رؤساء أمريكا السابقين زي ما انتوا عارفين. بتتكلم عن بيل جيتس، مالك مايكروسوفت، فنانين كتير بقى زي كيفن سبيسي وتوم هانكس، مايكل جاكسون وغيرهم كتير. وعندك كمان إيهود باراك، وحط تحت الاسم ده ألف خط وخط عشان ده هيكون البطل التاني في حلقة اليوم. وكمان الأمير البريطاني أندرو، ده اللي قصة وفضيحة، وده أخو ملك بريطانيا الحالي، واللي من سنة 1999 في مشاكل ملهاش أول من آخر بعد ما اتهمته بنت مراهقة إنه اعتدى عليها أكتر من مرة. وعلشان السبب ده وفي سنة 2019 تنحى الأمير أندرو عن واجباته الملكية، إنه بقى شخص عادي يعني، وده بعد حجم الإشاعات والاتهامات الكتير اللي بتلاحقه في كل مكان.
البداية يا سادة كانت سنة 98، اشترى جيفري جزيرة مساحتها 72 فدان في جزر فيرجن الأمريكية، اشتراها ب 8 مليون دولار. الجزيرة كانت بعيدة عن المدينة والصحافة، يمنع أي حد يشوف إيه اللي بيحصل جوه الجزيرة دي. وفي سنة 2005 واحدة ست وجوزها راحوا على اسم الشرطة، قدمت بلاغ وقالت إن بنتها واللي عمرها 14 سنة بس اتعرضت لاعتداء جنسي على إيد شخص ساري في حي بالم بيتش. وفي خلال استجواب الشرطة للطفلة حكت ليهم بالظبط كل اللي حصل معاها، وطبعا مش هنقدر نقول او نحكي ليكم اللي اتذكر في التحقيقات لان الكلام اللي اتقال غير لائق زي ما انتم عارفين طبعا. المهم البنت قالت في التحقيقات ان واحد غني من سكان المدينة هو اللي عمل فيها كده. وقتها عرضت الشرطة على البنت كل صور رجال الاعمال اللي عايشين في نفس المدينة، وكان من ضمن الصور دي صورة مين؟ جيفري إيبستن. اول ما البنت شافت الصورة بتاعته قالت لهم هو ده. وقتها الشرطة كان عندها بلاغات كتير من اهل كتير بنفس الاتهامات ولنفس الشخص، واغلبهم كان من الاسر الفقيرة او الاسر المفككة او الايتام اللي موجودين في دور الرعاية، واللي بيقدر جيفري للاسف يستدرجهم بطريقة سهلة جدا بسبب ظروفهم. البنت دي بقى يا سادة في التحقيق قالت ان جيفري كان بيدي كل واحدة فيهم من 200 ل 300 دولار في اليوم، وبعد كده البنات دي بيجروا رجل أطفال زيهم محتاجين للفلوس دي ويبعتوهم على بيت جيفري، لدرجة إن في بنت منهم قالت في التحقيقات إنها جابت لجيفري أكتر من 100 بنت لوحدها. وكانت شروط جيفري في البنات اللي بيقبلهم بسيطة جدا، إنهم بس يكونوا قاصرات وتكون البنت عذراء. ولما الشرطة اقتحمت بيت جيفري يا سادة لقيت عدد مهول من الصور لبنات قاصرات، ده غير المقتنيات اللي لقوها في البيت، وكلها لا تخطر على بال بشر، وكلها متعلقة بالهوس الجنسي. اعترف بعد كده المدعي العام ألكسندر أكوستا واللي كان بيتابع التحقيقات وقتها في قضية جيفري انه اضطر انه يتفق مع محامي جيفري، وده كان تحت ضغط كبير من شخصيات تقيلة في البلد، بانه يطلب من موكله الاعتراف بشوية تهم صغيرة ويتسجن 18 شهر بس، بدل ما يتم اثبات التهم الكبيرة عليه ويفضل في السجن لمدة 40 سنة على أقل تقدير، وده طبعا بعد ما يدرج اسمه في سجل المتهمين بجرائم جنسية. كان وقتها متهمينه بست تهم وبعدها أسقطوا من عليه أربع تهم، وبالفعل وافق جيفري وقدر عن طريق الاتفاق ده انه يتفادى مواجهه المحاكمه الفيدراليه، وملف القضيه يغلق نهائيا داخل المحكمه. وقتها اتفقت الشرطه مع جيفري ان اسماء كل الشخصيات المشاركه في العمل القذر ده هتكون في سريه تامه، وده خوفا على اللي ممكن يحصل بعد ما الراي العام يعرف حقيقه الشخصيات دي ومكانتها. في خلال فتره السجن يا ساده كان بيسمح لجيفري انه يقضي حوالي 12 ساعه يوميا خارج السجن بيتابع فيهم شغله وبيشوف حياته عادي جدا، وده أقل واجب طبعا لان الباشا كان مسنود والكل خايف لا يجي اسمه في جملة مفيدة وساعتها الفضيحة هتبقى عالمية. وبعد 13 شهر بس تم الافراج عن جيفري بسبب حسن السير والسلوك، وبعد ما خرج عمل حفلة كبيرة جدا دعا فيها كل الشخصيات الكبيرة اللي يعرفها ومن ضمنهم الامير البريطاني اندرو اللي حكيت ليكوا عنه من شوية، وده راجل كبير ومش محترم سنه يعني. وبعد القضية دي اتدرج اسم جيفري في قائمة الدرجة الثالثة من المتهمين بارتكاب جرائم جنسية في نيويورك، وإدراج اسمه بيوضح انه ممكن يرجع للفعل ده مرة تانية. خروج جيفري من السجن يا سادة خلاه أسوأ من الأول، ووسع نشاطه ودائرة معارفه ونفوذه وزباينه أكتر من الأول، وبنوصل لسنة 2019 يا سادة لغاية ما بيتم القبض عليه مرة تانية بتهمة الإتجار بالبشر وخطف القاصرات والاعتداء عليهم. وبحسب اللي ورد في التحقيقات تم إثبات إن جيفري إيبستن قدم بنات شابات مراهقات قاصرات لأصدقائه من نخبة الشخصيات في العالم، ده غير طبعا إن الباشا جيفري كان بيراقب كل حاجة بتحصل في أي واحد من بيوته وبيسجلها فيديو صوت وصورة، كان مصور كل حاجة بتحصل حرفيا، وده عشان يعرف يضغط على كل شخص هو عايز منه حاجة من دائرة السياسة الأمريكية أو الأوروبية أو الإعلاميين أو الفنانين أو أي حد ليه مصلحة عنده. وبعد ما اتقبض عليه في 2019 أنكر جيفري في التحقيقات إنه كان يعرف بإن سن البنات دي تحت 18 سنة وإنه كان فاكرهم أكبر من كده، واللي عملوا معاهم من علاقة جنسية يعتبر شيء قانوني لأن في اعتقاده إنهم كانوا فوق السن القانوني. لكن طبعا المحكمة ما صدقتش العبث ده ولا حتى وافقت على طلب جيفري بإخلاء سبيله مقابل دفع غرامة مالية. وأثناء التحقيقات في القضية يا سادة وفي يوم 10 أغسطس سنة 2019 فاقت إدارة السجن على مصيبة من العيار التقيل، جيفري شانق نفسه في زنزانته قبل ما يتحكم عليه، لقوا كمان كل كاميرات المراقبة اللي جنب الزنزانة يا سادة فجأة ما بقتش بتشتغل وعطلت مرة واحدة بدون أسباب، ده غير الحراس اللي سابوا مراقبة شخصية مهمة زي جيفري المتهم في قضية رأي عام كبيرة زي دي وراحوا ناموا بحجة انهم شغالين من 16 ساعة شغل متواصل. هي مش كل دي أمور غريبة برضو ولا يعني حاجات تخليك تستدعي الريبة والشك؟ ومن بعدها تم التعتيم على كل الأسماء
اللي شاركت في الحفلات الشاذة دي، واتقفلت القضية سنة 2019 واتحفظت كل مستندات وأدلة التحقيقات، واتقال إن جيفري انتحر في ظروف غامضة وبسبب إهمال إدارة السجن، وده اللي قهر البنات اللي قدمت شهادتها في المحاكمة، واللي اتهموا جيفري بالاعتداء عليهم جنسيا هو وزباينه، واللي علقوا على موته وقالوا إن بالشكل ده انتهت القضية غصبا عن الرأي العام كله. وقبل وفاة جيفري بيومين يا سادة كتب وصية قبل موته، غير معروف هي نصت عليه بالظبط، ولكن البعض بيقول إنه وصى بإن ثروته المكونة من 577 مليون دولار تكون وقف خيري في ميزان حسناتك يا شيخ. والرأي الآخر قال إن ثروته هتكون من نصيب أخوه الصغير، لأن جيفري ما كانش متجوز ولا عنده أولاد، وده شيء طبيعي لشخصية شاذة فكريا زي البني آدم ده. جيفري كان عنده شريكة بيقال إنه هي صاحبته، ودي كانت واحدة من أكبر سيدات المجتمع في بريطانيا، كان ليها علاقات عالمية رهيبة، سيدة مجتمع، ودي كان اسمها جيزلين ماكسويل، ودي بنت روبرت ماكسويل صاحب الإمبراطورية الصحفية الكبيرة في بريطانيا. وطلعت إن جيزلين هي اللي ماسكة شبكة جيفري، وهي اللي عرفته على الشخصيات التقيلة اللي بقوا زباينه بعد كده. المهم إن بعد سنة يا سادة من قتل جيفري أو انتحاره زي ما بيقولوا، أدانت هيئة المحلفين الأمريكية الست جيزلين ماكسويل بتهمة الإتجار بالجنس، التهمة كانت بتنص على تجنيد فتيات صغيرات وتهيئتهم ليتم الاعتداء عليهم جنسيا من رجل الأعمال الأمريكي جيفري أبستن. ووجهت المحكمة لجيزلين 5 تهم، منهم تهم خطيرة عقابها بيتعدى 40 سنة، دي تهمة واحدة بس اللي هي استغلال فتيات قصيرات للإتجار بالجنس. وبعد ما قتلوا جيفري واتقفلت القضية على كده واختفت كل أسماء الشخصيات المتورطة في القضية، بتكرر المحكمة فجأة في 2024 إنها تعلن عن 180 اسم شخصية عامة شركة جيفري في الاعتداء على البنات القاصرات. أوبا، ده مين بيضرب في مين؟ وكان من أبرز الشخصيات دي يا سادة، عد معايا: ويليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية CIA، كاترين روملر محامية البيت الأبيض في عهد أوباما، ويدي إيلن مخرج أمريكي، بيل كلينتون رئيس أمريكي سابق، إيهود باراك رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق، الأمير أندرو أخو ملك بريطانيا الحالي ملك تشارلز، ساندي بيرجر مستشار الأمن القومي السابق لبيل كلينتون، كيفين كوستنر ممثل أمريكي، أوبرا وينفري الإعلامية الأمريكية ومقدمة البرامج الشهيرة وصاحبة الأعمال الخيرية الكتير، ستيفن هوكينج عالم الفيزياء الأمريكي، توماس بريتزكر رجل أعمال، مايكل جاكسون مغني البوب الأمريكي اللي مات، دونالد ترامب رئيس أمريكي سابق. من ضمن الخيوط اللي لازم نذكرها في قضية جيفري يا سادة، اللي قالته صحيفة هارتس الإسرائيلية سنة 2015 لما نشرت إن جيفري استثمر في شركة ريبورتي سيكيورتي، ودي المرتبطة بصناعة أسلحة الدفاع الإسرائيلية، وكان بيرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، والرئيس التنفيذي للشركة فكان ضابط في القوات الخاصة، والمدير العام للشركة كان قائد وحدة السايبر 8200 التابعة لجيش الاحتلال، واللي هدفها تجنيد الشباب في الموساد الإسرائيلي، ومن أهدافها برضو نشر الواقعة بين العرب عن طريق الأكاونتات الوهمية على السوشيال ميديا، ودي اللي بنشوفها كتير جدا الفترة الأخيرة دي، خلي بالكم وخليكم على قلب بعض. المهم ذكرت المصادر كمان يا سادة إن جيفري كان بيمتلك خبرة كبيرة في القطاع البحثي الإسرائيلي، وإنه زار الكيان المحتل سنة 2008 وقابل عدد من علماء الأبحاث هناك، غير إنه كمان زار أكتر من قاعدة عسكرية إسرائيلية. وده بس اللي عرفناه عن علاقة جيفري بالصهاينة، وده اللي اتصرف في الجريدة، ولكن حتى اللي عرفناه ده بس كافي إنه يخلينا نربط الخيوط ببعض ونعرف السبب الحقيقي وراء الثراء الفاحش لجيفري، وراء علاقاته القوية ونجاحاته الغريبة، وإن اعتداءه على البنات القاصرات كان جزء من تقديم القرابين للشيطان، وده شبه بالظبط اللي بيحصل في البستان البوهيمي أو الغابة البوهيمية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها فوق هنا وتحت في الشرح وفي آخر الحلقة كمان. القصة كلها إن كل ما هو ماسوني يا سادة لازم يتقدم ليه المال والسلطة والنجاحات عشان يقدر ينفذ أجندة الشيطان على الأرض. عشان كده تلاقوا فنانين كتير على الساحة عندهم من الثروة والنفوذ والنجاح اللي مش عند غيرهم من الفنانين التانيين، على الرغم انهم يمكن يكونوا اقل موهبة او ما عندهمش موهبة اصلا، ولكنهم ماشيين على المخطط الشيطاني بحذافيره، وفي المقابل الشهرة والمال بيزيدوا. وفي ناس كتير قوي احنا بنشوفهم الايام دي بنفس الشخصيات دي، لو ركزتوا كده هتشوفوهم وتعرفوهم، ودي برضو قصة هنتكلم عنها بالتفصيل في حلقة قريب. خد بقى دي تقارير امريكية قالت ان إيهود باراك رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق هو العقل المدبر للعمليه دي كلها، واللي كان بينفذها جيفري إبستن بغرض ممارسه الابتزاز على كبار الشخصيات السياسيه الامريكيه والاوروبيه، وده عن طريق التهديد بنشر فيديوهاتهم مع القاصرات في حاله رفضهم تطبيق الاجندات الصهيونيه. من الشخصيات كمان اللي انا استغربت انها من ضمن المتهمين في القضيه دي او من ضمن اللي نشر اسمائهم هي اوبرا وينفري، واحده من ضمن الشخصيات اللي اتكشف تورطها في زياره جزيره المتعه، واللي تم الهجوم عليها تحديدا بعد انتاجها لمنتج الشباب الدائم.
الخيم واللي مصنوع من أجنة الأطفال أو من مادة بتفرز في أجنة الأطفال، ما تتخضش زي ما سمعت كده بالظبط. ففي كتير من الصحف الأمريكية اتكلمت عن الموضوع ده، وهو استخلاص مادة من الأطفال قادرة على منح البشرة الشباب الدايم. والغريب إن المادة دي في مستحضر التجميل اللي أنتجته أوبرا وينفري. فيا ترى جابت المادة دي إزاي؟ مش يمكن ده السبب اللي بيوضح سر اختفاء مئات الأطفال في أمريكا سنوياً؟ كمان أثبت موقع سبورتس كيدا علاقة أوبرا وينفري بالمعالج الروحي البرازيلي جون الرب، واللي استضافته أكتر من مرة في برنامجها، وكان سبب أكبر في زيادة الهجوم عليها، خصوصاً بعد القبض عليه بتهمة الاعتداء على الأطفال والنساء. الغريب إن أوبرا وينفري ما علقتش خالص على اللي حصل ده، ولا حتى استنكرته، وقفلت أكاونت الإنستجرام، وبيقال إن قبل نشر الأسماء سحبت فلوسها وخلعت برا أمريكا. في النهاية أحب أقول لكم يا سادة إن لحد دلوقتي لم توجه أي اتهامات جنائية لأي واحد من أسماء الشخصيات المنشورة، وللمفروض بجانب اتهامهم بإغواء القاصرات في الدعارة ففي تهم تانية في انتظارهم، منها اتهامات ليها علاقة باستغلال الأطفال جسديا بطرق مختلفة، وتقديم الشابات كهدية جنسية للكثير من الشخصيات العامة بدون رغبتهم. فالأيام اللي جاية هتعرفنا مصير الشخصيات دي هيكون إيه، وعشان تعرفوا إن مفيش حاجة بتحصل صدفة وإن الماسونية مسيطرة على كل اللي بيوصل لينا ولأولادنا، عايزكم تشوفوا المقطع ده. Would you blokes like to make some real money? Well, and who do we have to No, no. Nothing like that. You see? I'm collecting stupid little boys. The disobedient ones, what play you give from school. Oh. And you see, and I take them to Pleasure Island. Pleasure Island. Pleasure Island? But the law, suppose they... No, no, there's no risk. They never come back. واخيرا يا ساده سؤال مهم ليك، تفتكروا ان جيفري شنق نفسه فعلا ولا تم قتله عشان الاسرار اللي كان عارفها عن الشخصيات الثقيله اللي اتجاب سيرتهم؟ هستنى اجيبتكم في التعليقات. لسه كلامنا ما خلصش يا ساده، وعشان تعرف اكتر ضروري جدا تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. تقدروا دلوقتي تدعموا قناتنا انها تستمر عن طريق ميزه السوبر سانكس، هتلاقوها تحت الفيديو جنب اللايك والشير، واكيد كمان انكم هتدونا لايك تقديرا منكم لمجهوداتنا. وما تنسوش انكم تشوفوا الحلقات اللي فاتت، هتشرف بمتابعتكم، هستفيد واتعلم من ارائكم ومقترحاتكم. تواصلوا معايا على فيسبوك وانستغرام تيك توك، هتلاقوا كل اللينكات تحت في الشرح. كل امنياتي للجميع بالنجاح في الحياة. انا كريم العدوي، الى اللقاء في حلقة جديدة.